بعد ما انت ما تجيب ممثل مثلا قلت لك ياذيك أي. فما فرضت ناس يعني كنت تحسهم انه صدقني ما افرض ناس دام هو بخير يعني فيفيدني فنيا وانسانيا. اكو نجم رشحته وندمت لانك رشحته؟ لا ماكو لان هو النجم انا من ارشحه او صديقي من ارشحه وسبق وان سولفنا بانه انت صديقك من حمدت بيه بعد مستحيل تسيء له حتى لو تسيء له او تقهر من عنده فبينك وبين نفسك. الدستور العراقي هو أسوأ كتاب قرأته. رب ما تناقض الدستور العراقي. شلون؟ كل ديني وإسلامي وما شنو ماكو ما ماخذ من الإسلام كل شيء. سولفنا ما ماخذ كل شيء من كل متناقض يعني يا أخي هنا شكل هنا شكل ما بي مثل الأعمال مثل الأعمال العراقية. يكتب جزء الأول نجح كتب جزء الثاني وهذول السلسلة اللي يشتغلوها بالوطن العربي ويشتغلوها بالهوليود وبوليود يكتب خلاص ثلاثة أجزاء من البداية يكتب ثلاثة أجزاء فهذا الدستور هذا ما يشبه هذا هذا يضرب هذا الفقرة هذا القانون يضرب هذا القانون يا أخي مو هذا تناهج قايل شلون تسوي هنا غلط تناقض غريب هذا القانون حتى يضرب ذاك القانون. زين كتاب حياتك أسوأ ورقة بي شنو شو وقت كتاب حياتي أسوأ ورقة وما تجي أسوأ منها استشهاد أخوي شلون وش وقت بال 2007 بالطائفية اللي اكلت شباب يسوون الدنيا كلها. شلون صار الموضوع؟ يعني الطائفية هاي صارت الاخضر باليابس. تشابه وذن السوالف وذن السوالف وعلى هوية وما ادري شنو خلاص راح. ودعته؟ اني أنا آسف تحب نلغي الموضوع؟ يعني أنا عايش داخلي هو ما مودع لا ولا أسمح لأي شخص يقول لي تودع أعتقد أنا بعد ما أموت هو يودعني يعني أعتقد بعد عمر طويل الله يرحمه الله يرحم والديك بالنهاية كنا على هذا الطريق أكيد بس أكو يعني سبب تعبه وسبب مشرف وسبب أسبابه والموت يعني أسباب إن شاء الله هو شهيد ويعني غصما مع الكل يعني طبعا إن شاء الله فاصل أخير خلينا نأخذ ونرجع فاصل أخير وراجع لكم ويا الفقرة الأخيرة مع النجم علي نجم الدين.